عادت أروقة البرلمان تعزف سيمفونية الخلافات مع أول أيام الفصل التشريعي الجديد، فقد ترنمت الأصوات بشدة حول انتخاب رئيس جديد بدل الحلبوسي وسط توقعات متباينة بشأن ما إذا كانت الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد انتخاب رئيس جديد للمنصب الذي يتنافس عليه نحو 7 نواب وينحصر بين 3 هم سالم العيساوي وشعلان الكريم ومحمود المشهداني. ومرشحين السيد محمود مشهداني وسام عيساوي، لكن لا أيضا مرشحين باقين أي مكان احترام وتقدير، إن كان السيد نائب طال الزوبعي أو شيخ شعلان أو السيد عبد الكريم عبطال. نحن نحترم الرأي الأغلبية من الأخوة المكون السني باختيار أحد أعضاء مجلس النواب ليكون رئيسا لمجلس النواب. أكيد أن تكون مقبولية لدى الكرد ولدى الشيعة أيضا. ينبض البرلمان بحياة عشرات القوانين المنتظر تشريعها في فصله الجديد، بدءا من قانون المحكمة الاتحادية وصولا لقوانين الوزارات وقوانين المؤسسات وقانون النفط والغاز والعفو العام والخدمة المدنية وسلم الرواتب وغيرها من عشرات القوانين التي ينتظرها العراقيون بفارغ الصبر. لدينا العديد من المؤسسات بدون قوانين، ودائما أكررها، قضية الجهاز الأمن الوطني والمخابرات وبعض الوزارات أيضا، منها من يحتاج إلى تعديل، قانون الخدمة المدنية، قانون الوزارات التي تتعلق باستكمال تعديلاته، وأيضا هنالك مقترحات عديدة تخص حياة المواطنين، وفي مقدمة هذه قضية قانون ذوي الإعاقة وقانون المختارين وقانون التقاعد. فصل تشريعي للبرلمان سيكون مزدحما بتشريع القوانين المهمة التي تحتاج إلى مفاوضات سياسية وسط تحذيرات نيابية من أن أي خلاف بشأن تلك القوانين سيكون مخالفا لما تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة، وهذا ما قد يدفع الأطراف السياسية إلى اتخاذ مواقف سياسية جديدة قد تؤدي إلى الانقلاب على الاتفاق. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.